السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعات قناة أم عثمان زيدات. اليوم إن شاء الله فيديو كامل ديال موديلات ديال المبرة. كيف ما كتشاهدوا معايا، هذا موديل كامل مطروز بالمبرة، قفطان ديال المبرة مطروز بالبرونز، ملبس بحجيرات من ديك غادي ديال الثوب. صراحة جا رائع، رشمة نازلة حتى لتحت كيف ما كتلاحظوا. لاحظوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، يعني رشمة تبارك الله عامرة. غنقرب لكم الصورة باش تشوفوا الموديل ديالها كيف داير وتشوفوا الطريقة باش مخدومة. هادو التركيز والجهه الاخرى الظهر. دابا غندوزو للرشمه ديالو. هذه هي الرشمه ديال القفطان، وهذه السلته ديالو، يعني القفطان وهذه السلته باش هبط، وهي السلته اللي درت في الظهر، ومنها خديت هاد الجوج وزدت وحده ثالثه ودرت بحال القبيبه في الدراع، يعني عطات هاد الشكل هذا. يعني كنتمنى من الله هنا الاعجاب ديالكم. وندوزو دابا للموديل الثاني ان شاء الله. هذا الموديل الثاني الاخوات، مبره في البوردو مطروزه باللون البرونز اللي امام الشاشه ديالكم. هذا رشيمه حتى هي مازال غتنبت، غيضافوا لها حجيرات في هذه الاماكن بهذه الطريقه. انا عندي غير هاد الجوج، غنوريكم غير كيف غيجوا الحجيرات، يعني في هاد البلاصه هنا هادي كلها غدور بحجيره من نوع اللوزه. هاد الماركه يعني دوريجين اولا الماركه نوعيه جيده. هنايا الوسط غدير حجيره، انا الحجر غير كنوريكم كيفاش غيكون الشكل، ماشي هاد الالوان وماشي هاد ماشي هاد الالوان تاع الحجر، يعني غير الشكل كيفاش غتكون الورده من بعد غتنبت. وغنقرب لكم الصوره باش تشوفوا الشكل ديال الرشيمه كيفاش مخدومه. لاحظوا معايا الشكل ديالها، كيفاش مخدومه. هنا فين قلت لكم الحجيرات الاخوات، هاد اللوزه، وهنا الوسط غتجي هاد الدائره، هنا كذلك غتجي اللوزه طويله، وهادو الفتاحي الفتحه الوسط الاخوات في القفطان، وهذه الفتيحه يعني مفتوحه مفتوح القفطان لحتى الجهه ديال المضمه، يعني بجهه المضمه من الفوق، ما يكونش العقاد لحتى شي حاجه سامبل، والعقيده راه يهبطوا هنا في الفتيحه. ودابا غندوزو الرشمه ديالو. بالنسبه للرشمه الاخوات، هي هذه الرشمه، هو هذا الكول على شكل كول باطو. الرشمه اللي درت في الجليل هما هي هذه، وغنوريكم الفكره كيفاش كنبقى كول باطو على حساب الموديل اللي عندي. كناخذ طرف ديال الفيزلين الاخوات، كناخذ طرف ديال الفيزلين على السمح، كناخذ طرف ديال الفيزلين كنقطعو على شكل الرشمه بهذه الطريقه باش كيسهل عليا، بحال هاد الرشمات اللي كيكونوا خاص يكون على الاطار والكول اللي كيكون مقور. كنقاد الرشمه على حساب الدوره اللي عندي، وهاد الرشمه اللي هنا طبعتها هنايا باش عطاتني هاد الشكل هذا، وعطاتني العبار هو هذاك. هذه هي رشمه، وهذا هو الموديل الثاني. ندوزو الموديل في اللون الازرق. الفيديو ربما ما صورتش فيديو، غندي غير صور، غنخليكم غير مع الصور ديالو.